لطالما كان التواصل شغفي، ولطالما أحببت أن أدافع عن رأيي. أسماء عرب، حاصلة على بكالوريا علوم رياضية. المسار الذي رسمه لي المجتمع، العائلة، الأساتذة، مدارس المهندسين، الأقسام التحضيرية، كلية الطب، لكن هذا ليس بحلمي. حلمي كان حلما عميقا أكثر. كان حلمي أن أكون رائدا، أن أكون شخصا سيغير العالم، شخصا سيجعل هذه حياة الناس حياة أفضل، ربما حياة أكثر سلاما، حياة فيها تكافؤ للفرص. تعرفت على مدرسة الحكامة والاقتصاد قبل 3 سنوات، التي هي اليوم كلية الحكامة، العلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية. ومنذ 3 سنوات بدأت أكتشف نوعا ما حلمي، بدأت أرى نفسي كطالبة في هذه الكلية، وكنت أتمنى أن أحصل يوما ما على مقعد في هذه المدرسة. واليوم تحقق الحلم. ماذا تغير؟ الكثير. أصبحت شخصا يدافع وبقوة على أفكاره، أصبحت شخصا يعرف قيمة الأشياء، يدرك متى يتكلم ومتى لا يجب عليه أن يتكلم. وبحكم أن كلية الحكامة، العلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية هي خلية من خلايا جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، فنحن في مكان يشجع على الابتكار ويشجع على تنمية الذات. لذا فقد أعطتني هذه الكلية فرصة بناء نادي متخصص في حماية البيئة، نادي أعيش به الآن حلمي، نادي أدافع عنه فيه الآن عن ما أحب، عن هدفي، عن هويتي. وأنا أفتخر أنني اليوم جزء من هذه المدرسة، وأنصحكم جميعا بأن تختاروا ما يعبر عنكم، بأن تختاروا هويتكم وليس الهوية التي يرسمها لكم المجتمع.